سلام، هنتكلم اليوم عن ليكشر من اهم الليكشرز اللي بتندرج ليه تحت الرينال فيسيولوجي اللي هو الاسيد بيز بالانس. اتمنى تركزوا معاي شديد في الليكشر دي لانها ليكشر مهمه جدا، واتمنى تستمتعوا بقدر ما تركزوا معاي. بسم الله نبدا. اول حاجه هنراجع مراجعه سريعه للبيزك كونسبتس مرت علينا من ايام المدرسه. اول حاجه هنتعرف على الاسيد. اسيد هو نفسه شنو؟ باختصار الاسيد اللي هو اي ماده تمنح لنا اي ماده مانحه للهيدروجين، اي ماده هي هيدروجين دونر دي بنقول عليها اسيد. حاله الاسيدوزيس هي الاكسسيف اديشن اوف هيدروجين. الاسيدوزيس ده هنجي نوسع المصطلح اكثر هنا في السلايدز القادمه ان شاء الله. نجي نتعرف على البيز. البيز هو عكس الاسيد، اي ماده مستقبله للهيدروجين او اي ماده بتعمل لنا از هيدروجين ايون اكسبتور. فبالتالي الكلاز هو الاكسسيف ريموفال اوف هيدروجين. المصطلحين دول هنتعرف عليهم بتوسع ان شاء الله في الليكتشرز القادمه او البارتس من الليكتشر دي. عندنا النورمال بي اتش تحديدا بيساوي 40 نانو ايكويفالنت بير ليتر. احنا البي اتش ما بنتعامل معاه بالطريقه دي، هنتعامل معاه بصوره بتكون مسهله اكثر، هنجي نتعرف عليها بعد شويه. هنشوف اللايف رينج بالنسبه للقيمه اللي قلتها قبل شويه. الرينج بتراوح عندي من 10 ل 160 نانو ايكويفالنت بير ليتر. لكن بما انه الهيدروجين لما اجي عايز احسب هيدروجين بالنسبه للبودي فلويد كلها هلقى قيم كثيره جدا يصعب التعامل معها. فبالتالي انا محتاجه احصر القيم الكبيره دي في رينج صغير جدا عشان اسهل التعامل معه. الحصر للقيمة الكبيرة دي كان عن طريق أخذ اللوغاريتم السالب للهيدروجين كونسنتريشن. والهيدروجين كونسنتريشن كان تقريبا اللي هو نقدر نقول 4 مليار. يعني تركيز الهيدروجين في كل مليليتر كان 4 مليار. فبالتالي قيمة كبيرة جدا صعب التعامل مع رقم بالاسلوب ده. فبالتالي لما اخذنا اللوغاريتم السالب ليه التركيز الكبير ده بقى اتحول عندي ل 7.4. فلو حسبناها واستخدمنا الاله الحاسبه وضعنا الرقم ده اللي هو 0.7 بعدين 4 او 4 من 10 مليون 4 من 10 مليون سوري كنت بقول 4 مليار هي 4 من 10 مليون فهيجيني ب 7.4 اللي هو البي اتش اللي انا بتعامل معاه حاليا. حواصل في البيزك كونسبت. هلقى في اختلاف برضو في الارتيريال بلاد بي اتش اند الفينس بي اتش. فالفينس بلاد بي اتش بيكون مور اسيديك دان الارتيريال بلاد بي اتش. السبب شنو؟ ليه؟ لانه الفينس بلاد بي اتش بيجلي الميتابوليك ويست برودكت بما فيها الاسيدز. فالاسيدز اللي بتجيني مع الميتابوليك ويست برودكت دي هي البدوره بتقوم تقلل لي البي اتش في الفينس بلاد. الليميت اوف بي اتش جبال انا قلت اللايف رينج بالنسبه للقيمه اللي كانت 40 كان اللايف رينج عندي من 10 to 160. هنا لما اجي للليميت حقت البي اتش كانت عندي من 6.8 لحد 8. فشوفوا القيمة الكبيرة أو الفارق الكبير ده. هنا قبل كان الفارق تقريبا الفرق بيناتهم 150، هنا الفرق ما أكثر من 1.2. يعني شوف ال 150 حصرتها في ال 1.2 عشان كده البي اتش بيسهل التعامل مع ال اتش مع الهيدروجين كونسنتريشن. عندنا برضو بعض الاختلافات. عندنا الانتراسيلولر فلويد بي اتش اقل من البلازما بي اتش، وده برضو لنفس السبب انه يكون عندنا في الانتراسيلولر فلويد عندنا الميتابوليك وجود الميتابوليك اسيدز اللي هم اللاكتيك اسيد والى اخره. دي كلها مسؤوله انها تقلل لي من البي اتش هتخليه لي مور اسيدك. عندنا الانتراسيلولر بي اتش بما انه اقل من البلازما معناته هيكون من 7.3 ونحن نازلين على حسب التايب اوف سيل. ف
فكل تاب للسيلز بيكون فيها أمانت معينة من الميتابوليك أسيد، فكل ما زادت عندي الميتابوليك أسيد دي نقص عندي البي اتش. عندنا أقل بي اتش ممكن نصل له في جسم الإنسان اللي هو في اليورين، في أقصى درجات الحمضية له البي اتش ممكن نصل لحد 4.5 أو 4.5. في أقصى درجات الحمضية في اليورين ممكن يصل عندي البي اتش لحد 4.5، ودي أقل درجة حمضية ممكن نصل لها الإنسان بالنسبة لليورين. لكن في الاكستراسيلولر فلويد عامة كده 6.8، أقل من كده أكيد الحالة دي هتكون ديد. عندنا ممكن تاني حتة مستثناة فيها درجة حمضية كبيرة جدا اللي هي البارايتال سيل الموجودة في الستومك اللي بتعملها سيكريشن للهيدروكلوريك أسيد، البي اتش ممكن يصل فيها لحد 4 مليون مرة أقل من النورمال بي اتش حق البلد، فدي برضو منطقة مستثناة من الاكستراسيلولار فلويد بي اتش. عندنا لما أقول طيب أنا من قبل بقول أسيد بيز بالانس، تعرفت على الأسيد، تعرفت على البيز شنو، أنا عشان أصل للبالانس البالانس ده أنا بصل له عن طريق بافر سيستم. بافر، كلمة بافر دي نفسها معناها شنو؟ بافر هي أي مادة تقدر إنها تعمل أز بيز مرة وأز أسيد مرة، مادة مترددة باختصار، يعني تقدر تعمل لي بايندينج للهيدروجين الريليز للهيدروجين. هنتعرف كمان عندنا على البي اتش سكيل، يعني الديجريز اللي انا بحدد من خلالها الحاله دي اسيدوزيس اور الكالوزيس. عندي النورمال رينج اللي هو 7.4 اللي هي هنا المنطقه الخضراء الموجوده عندي، دي الحاله النيوترال في البي اتش. اعلى من ال7 اعلى من 7.4 دي الحاله هتكون الكالاين. حتى الالكالاين نفسه بيعندي سترونج الكالاين اند ويك الكالاين، فبالتالي من ضمن 7.4 لحد 10 دي بقول عليها ويك الكالاين، من 10 لحد 14 دي سترونجلي الكالاين، والعكس عندي في حاله الاسيد. فمن 7.4 لحد 4 لحد 7.4 دي حاله ويك اسيديك، من الوان لحدي الفور دي حالة strongly acidic. طيب البفر لما نشتغل لي ما بالضرورة انه يرجع لي الاسيد بيس ستيتس لحدي النورمال بوينت اللي هي 7.4، لا ممكن يحولها يقللها لي، يعني يخليها تمشي في اتجاه النورمال فاليو، فما بالضرورة تصل للنورمال فاليو بالضبط كده، لكن ممكن من strong acidic تخليها لي من strong acidic تخليها لي weak acid، أو من strong alkaline تخليها لي weak alkaline، وممكن لو استطعت ترجع لي الideal point. طيب في سؤال قد يبادر للكثير إنه السبب شنو في إنه إحنا بنقول الأسيد هو نقصان مع إنه زيادة في الهيدروجين، والبيز هو زيادة في البي اتش مع انه نقصان للهيدروجين. هنجي نتعرف على الحاجه دي بعد شويه في الهندرسون هيسلباك ايكويشن. هنتعرف كمان على الديفنس لاين، احنا عرفنا الاسيد وعرفنا البيز وعرفنا الاسيدوزس والالكالوزس شنو. طيب الوسائل الدفاعيه اللي بتعمل بتساعد في الريجوليشن في الاسيد بيز بالانس اللي هي شنو؟ الخط الدفاع الأول اللي هو الكيميكال أسيد بيز بافر سيستم، ده بيشتغل ليه من immediately في نفس نفس الزمن اللي حصل فيه الديستيربنس، فتبدأ عندي الكيميكال بافر تشتغل مباشرة. بعد كده هيجيني السكند ديفنس لاين اللي هو الريسبيراتوري سيستم أو الريسبيراتوري سنتر الموجود في الميدلا وبلينجاتا، هو بتحكم عندي في الأسيد بيز بالانس عن أي طريق، عن طريق الكربون ديكسيد. فلما يعمل لي ريموفل للكربون
دايوكسيد فهو قلل لي الاسيديتي، ولما يعمل لي ريتنشن بهايبوفنتيليشن فهو زاد عندي الاسيديتي. هنجي نتعرف على الكلام ده بتفاصيل اكثر في البارتس الجايه. الخط الدفاع الاخير هو الموست باورفل ديفنس لاين اللي هو الكيدني. الكيدني تتعامل بالاكزكريشن، فلو كان عندي الحاله اسيدوزس هي بتعمل اكزكريشن للاسيد او الاتش، تحاول تعمل اكزكريشن للاتش اي البروتون، ولو كانت عندي الحاله الكلوز هي بتحاول تعمل اكزكريشن للبايكربونات. هاجي هنتكلم عن الكيميكال بافر او الفيرست ديفنس لاين. الكيميكال بف البايكربونات او الفيرست ديفنس لاين، اول حاجه التو فورم من البايكربونات، شو لما انا قلت البفر هي ماده عندها شكلين، الشكل الاول بيعمل از هيدروجين اكسبتر والشكل الثاني بيشتغل از هيدروجين دونر. فعندنا هم الشكلين بالنسبه للبايكربونات بفر سيستم اللي هم البايكربونات نفسه والكربونيك اسيد. هنشوف ياتول بيشتغل از بايكربونات دونر والياتول بيشتغل از هيدروجين دونر، انا والتاني بيشتغل از هيدروجين اكسبتر. في حاله الاسيدوزيس زي ما عندي هنا في الحاله الاولى عندي هاي هيدروجين ايون، فبالتالي انا عايز اعمل ربط للهيدروجين ايون اللي بتكون متوزعه في الاكسترا سيلولر فلويد عشان ما تتفاقم ليه مشكله الاسيدوزيس، فاجي اعمل لها كومبينيشن مع البايكربونات عشان في النهايه اكون الكربونيك اسيد. فهنا عندنا الفورم اللي اشتغل معاي البايكربونات، البايكربونات بيشتغل از هيدروجين اكسبتر، معناته هو بيز، نثبت انه البايكربونات بيز، فبالتالي الاكوليبريم او المعادله هتعمل لي شيفت تو ليفت، فمعناته في حاله الاسيدوزيس هيكون عندي شيفت تو ليفت. اجي للحاله الثانيه اللي هي في حاله الالكالوزيس. في حالة الكالوزيس أنا عندي لو هيدروجين أيون، الهيدروجين أيون هيكون عندي قليل، فبالتالي هيطغى عندي البيكربونات هيدخلني في حالة الكالوزيس دي، فبالتالي أنا محتاجة لمور هيدروجين أيون، فبالتالي الكربونيك أسيد الموجود هنا هيضطر إنه يتفكك، يتفكك عشان يديني الهيدروجين أيون والبيكربونات اللي هو في النهاية يحصل له further regulation بالكيدني، هتعمل له execution طبعا. فالحالة اللي يحصل بها تعديل أو علاج بالنسبة لحالة الكالوزيس اللي هي more formation للهيدروجين أيون، يعني هيكون عندي الإكوليبريم أو المعادلة عملت shift to right. نفس المعادلة عندي هنا اللي هو الكربونيك أسيد ممكن حسب الظروف يتفكك ليه هيدروجين آن كربونيك دايكسيد كربون دايكسيد، أو يتفكك ليه هيدروجين آن بايكربونات. الكربون دايكسيد في كلا الحالتين أنا بقدر بعمل بفر لكلا التو سايد أوف ديسوسيشن. في السايد على اليسار اللي هو الواتر آن كربونيك كربون ديوكسيد، انا بقدر اتحكم في الكربون ديوكسيد عن طريق اللنج، اني اقدر اعمل هايبو فنتيليشن او هايبر فنتيليشن على حسب الستيت. وفي الرايت سايد انا بقدر اعمل ريجوليشن او كنترول للبايكربونات عن طريق الكيدني، اني اعمل لها مور ريابزوربشن ولا مور اكزكريشن على حسب الحاله الموجوده عندي. هنيجي نتعرف بعد شويه لاهم نقطة ممكن تكون في الأسيد بيز بالانس اللي هم الهندرسون هيسلباك إكويشن. فهي في النهاية معادلة واحدة، لكن هنتطرق للخطوات من خلالها توصلنا للمعادلة دي. أول حاجة لازم نكون مثبتين المعادلة دي في راسنا اللي حقت لي الكربونيك أسيد
هو بيشتغل as hydrogen donor، وعندنا البيكربونات أيضا بيشتغل as hydrogen acceptor. معناته البيكربونات هو البيز والكربونيك أسيد هو الأسيد من اسمه أصلا. فمن المعادلة حق التفكك حق الكربونيك أسيد دي، لما يتفكك أداني 1 مول من الكربونيك أسيد، أداني 1 مول بيكربونات and 1 مول هيدروجين أيون. فبالتالي أقدر أقول إنه الهيدروجين أيون والبيكربونات هما proportional للconcentration of كربونيك أسيد. هاجي أتعرف بعد كده على مصطلح مهم اللي هو dissociation constant. dissociation constant هو العلاقة اللي بتجمع لي الأسيد مع dissociated ion الناتج منه. فعندنا هنا لما نرجع للمعادلة دي، الأسيد كان مونو الكربونيك أسيد، dissociated ion اللي هم البيكربونات والهيدروجين ion، لما أجي أعملها في شكل علاقة اللي هي بتجمع لي dissociation constant أو الكي داش، فهتكون عندي بالشكل ده اللي هم البيكربونات الكربونيك أسيد ريلاتيف للهيدروجين أنا البيكربونات. ولما ألاحظ إنها نفس متساوي عندي في نفس عدد المولات، زي ما قلت قبل شوية إنه الكربونيك أسيد 1 مول من الكربونيك أسيد أداني 1 مول هيدروجين و 1 مول من البيكربونات. فعندي هنا لما أجي أعمل ضرب تبادل للمعادلة دي عشان أعمل مقارنة بسيطة أو أتحقق من كلامي اللي قلته ده، فبالضرب التبادلي هتبقى عندي هتتحول عندي المعادلة بالشكل ده أو equation 2. فلما أقارن فعلا إنه ألقى 1 مول من الهيدروجين أيون بيساوي لي 1 مول من الكربونيك أسيد، وعندنا دائما المقلوب هو 1 على 1، يعني 1 مول على 1 مول من البيكربونات في النهاية هي 1، يعني كلامي صح 100% ما فيه أي غلط. طيب من المعادلة 2، أنا عندي كان الموجود عندي فوق هنا اللي هو الكربونيك أسيد، الكربونيك أسيد ده سريع التفكك، فبالتالي أنا ما بقدر أحسب الأماونت حقه الحقيقي، فبالتالي هضطر أحسب مادة تكون ثابتة عندي بنفس عدد المولات حق الكربونيك أسيد. فيا إما معناته من المعادلة دي هيكون عندي يا إما أحسب عدد مولات الكربون دايكسايد أو عدد مولات الهيدروجين أو البيكربونات من الكلام السابق اللي قلته. فبالتالي أقدر أستبدل هنا الكربونيك أسيد بكربون دايكسايد. ليه؟ لأن عندي البيكربونات والهيدروجين أصلاً أوريدي موجودين عندي في المعادلة، فبالتالي ما هيتبقى عندي إلا الكربون دايكسايد. فممكن أستبدل الكربونيك أسيد بالكربون دايكسايد عادي مع اختلاف بسيط اللي هو الديسوسياشن كونستانت. فالديسوسياشن كونستانت في المعادلة الثانية ما نفسه في المعادلة ثلاثة. ليه؟ لأن الديسوسياشن كونستانت مرتبطة بكل سبستانس، فالديسوسياشن كونستانت حق الكربونيك أسيد ما نفس الديسوسياشن كونستانت of كربونيك الكربونيك أسيد ما نفسه حق الكربون دايكسايد. فبالعكس عندنا الديسوسياشن كونستانت حق الكربون دايكسايد هو جزء صغير من الديسوسياشن كونستانت of كربونيك أسيد، هو 1 من 400. يعني الديسوسياشن كونستانت بتاع الكربون دايكسايد بيشكل له 1، والأربعمية دي بيشكلها ليه dissociation constant حقت الكربونيك أسيد كله، فهو في النهاية أصلاً هو جزء من كل، فبالتالي dissociation constant برضو هيكون جزء من كل.
طيب احنا استبدلنا في معادلة 3 الكربونيك أسيد بالكربون ديوكسيد، وغالبا احنا كلينيكال كده ما بنحسب الكربون ديوكسيد بصورته العادية دي، بنحسبه بالكربون ديوكسيد تنشن او البي كربون ديوكسيد. لكن وجدوا انه الكربون ديوكسيد تنشن بيعتمد على عامل تاني هو السوليابيليتي، السوليابيليتي كويفيشنت، وهي قيمة ثابتة تقريبا 0.03. فعشان انا اقدر استبدل الكربون ديوكسيد بكربون ديوكسيد تنشن لازم اعمل اعتبار للسوليابيليتي كويفيشنت. فنستبدل الكربون ديوكسيد اللي كانت من هنا بالكربون ديوكسيد تنشن مضروب في السوليابيليتي كويفيشنت، فهتكون عندنا المعادلة بالشكل ده في معادلة نمبر 4. طيب أنا لما في بداية الليكشور تكلمت عن الهيدروجين كونسنتريشن، عبرت عنه وقلت بصورة مبسطة بالPH، فكان عندي pH ما هو إلا سالب لوغاريتم السالب للهيدروجين أيون. فلما أجي عايز أعبر عن الديسوسيشن كونستنت بنفس الطريقة، فهقول الPK بيساوي نيجاتيف لوغاريتم أوف ديسوسيشن كونستنت. فلما أجي أخذ المعادلة الرابعة اللي هنا دي وعايز أحولها كلها بنفس الصورة اللوغاريتمية دي أو النيجاتيف لوغاريتم، فهضطر أحول جميع الأطراف دي لنيجاتيف لوغاريتم سواء لل H ولا ال K أو الكربون ديوكسيد تنشن في السوليابيليتي كويفيشنت مقسوم على البايكربونات. هتكون المعادلة عندي بالشكل ده، ال H اتحولت ل نيجاتيف لوغ اوف H، ال K اتحولت عندي ل نيجاتيف لوغاريتم اوف بي كي، والمعادلة دي ضفنا لها ايضا النيجاتيف الطرف ده ايضا ضفنا له النيجاتيف لوغاريتم. لما اجي عايز احول النيجاتيف لوغاريتم، النيجاتيف لوغاريتم هو نفس البي القيمة المعنية، فلما اجي احولها لصورة باور فهتبقى عندي في شكل المعادلة 6، هتتحول عندي ل pH بتساوي pK minus logarithm of this side، فهتكون عندي المعادلة بالشكل ده بعد ما تتحول للpower form. طيب أنا عندي كان في equation 6 كان عندي المعادلة سالبة كانت negative log، وأنا ما عايزة negative logarithm، عايز أحوله لـ positive، فبالتالي هضطر أقلب الطرف ده، الفوق هينزل تحت والتحت هينزل فوق، فالترتيب الجديد هيكون عندي الـ pH بتساوي عندي الـ pK زايد logarithm البيكربونات على السوليابيليتي كويفيشنت مضروبة في الكربون ديوكسيد تنشن. ولما احنا تكلمنا عن البيكربونات بفر، كل بفر سيستم عنده بي كي خاص به او باور اوف بفر خاص به. الباور اوف بفر ده جاي منه يتحدد عن طريق التيتريشن كيرف، هنتعرف عليه بعد شويه. لما نحدد الباور اوف بفر من التيتريشن كيرف اوف بيكربونات طلع عندي 6.1، وهي حاجه ثابته ما بتتغير، بالتالي لما اعوض قيمة الـ pK في المعادلة هتكون المعادلة النهائية عندي بالشكل ده، اللي هي الـ pH بتساوي 6.1 plus logarithm bicarbonate divided by solubility coefficient multiplied by carbon dioxide tension equation 8. المعادلة النهائية أو equation 8 دي هي اللي بقول عليها هندرسون هيسلباخ equation. طيب عشان نتأكد من الكلام اللي قلناه هو الخطوات اللي مشينا بيها وهل المعادلة دي صحيحة أو لا، نعوض في المعادلة دي بالقيم الحقيقية. لو وصلنا للقيمة النهائية للـ pH اللي هي 7.4 معناته المعادلة دي صح، لو كانت غلط معناته الكلام اللي بنقول فيه من قبل ده كله كان غلط. فلما أجي أعوض المحتاج عندي للتعويض اللي هو قيمة البيكربونات وقيمة الكربون دي أكسيد تنشن،
فالبيكربونات نورمالي هو 24 والكربون دايوكسيد تنشن 40. فلما اجي اعوض في المعادله هتجيني في النهايه لوغاريتم 20، لوغاريتم 20 ب 1.3. ال 1.3 لما اضيفه لل الديسوسيشن كونستانت او البي كي اللي هي الباور اوف بفر، سوري في فرق بين البي كي والديسوسيشن كونستانت. الكي براها او الكي داش دي بقول عليها الديسوسيشن كونستانت، لما تكون في صوره بي كي بقول عليها باور اوف بفر. فلما اضفت القيمتين لبعض طلع البي اتش عندي ب 7.4، معناته هندرسون هيسلباخ معادله صحيحه وما فيها اي خطا. هاجي للبيكربونات بفر سيستم تيتريشن كيرف. من الكيرف ده انا بستفيد حاجات كثيره جدا. هستفيد اني اعرف البفر باور حقت السيستم ده والإفكاسي حقت البيكربونات بفرينج سيستم. ظاهر عندي هنا في الكيرف منحنى، المنحنى ده او السلوب ده في النص عندي بوينت، البوينت دي بان هي البفر باور بالنسبه للبيكربونات بفر سيستم. والملاحظ عندي انه البفر باور دي توصلنا ليها لما كان عندي البريزنتج اوف بايكربونات والبريزنتج اوف سوري البريزنتج اوف بايكربونات ان كربون ديوكسيد متساويين. في نفس الوقت كان عندي البي اتش بيساوي 7 سوري 6.1. فال6.1 هنا اتعرفناها انها هي البيكربونات سوري البفر باور اوف بايكربونات بفر سيستم. يعني في النقطه دي بالذات البفر سيستم بيقدر يبذل اقصى مجهود في انه يعمل لي ريجوليشن للاسيد بيز ديستربنس. البيكربونات بفر سيستم بيقدر يعمل لي ريكفري لحد 1 يونت اوف بي اتش، يعني وحده في اتجاه الاسيدوزيس وحده في اتجاه الالكالوزيس. يعني اقدر اقول الرينج حق البيكربونات بفر سيستم من ال 5.1 لحد 7.1. فلو كان عندي تشينج اكبر من ال 7.1 او اقل من ال 5.1 فهنا هتبدا البفر باور حتقل عندي. فلو كان عندي further change او severe change فاقدر هنا اقول انه البفر سيستم non functioning. فلو ملاحظة هنا كل ما مشيت كان في اتجاه الاسيد اديشن، كان عندي الاتجاه من الاعلى لأسفل كان الاسيد اديشن اللي هو ممثل عندي بالسهم النازل. هنا في الاتجاه الايمن هو البيز اديشن او البيكربونات اديشن. فبالتالي كل ما كان زايد عندي الأسيد كان زايد عندي الأسيد كان الـ pH ماشي يقل عندي. فلما نوصل 100 كان الـ pH تقريبا 4. فمن هنا برضو أستنتج العلاقة شنو إنه ليه لما أنا أزيد الـ pH أو أزيد الأسيد الـ pH بيقل. دي من الـ titration curve أنا عرفت النقطة دي. ألاحظ هنا في البيز أديشن برضو، فكل ما أنا ماشي أزيد كمية البيز هيكون ماشي الـ pH يزيد معي لحد ما وصلنا للماكسيمم أديشن المية كان البيز عندي واصل 8. فهنا برضو أقدر أقول إنه الـ H والـ P الهيدروجين أين والـ pH في علاقة عكسية. العلاقة العكسية دي جابتها لي شنو؟ جبناها من المعادلة دي اللي إنه كانت المعادلة بتاعت الـ pH اللي هو الـ pH هو الـ negative logarithm of H. فالـ negative لما أنا عايز أتخلص من الـ negative ده أقدر أقول الـ pH بيساوي 1 على الـ logarithm of H. فهنا العلاقة عكسية. من هنا برضو من المعادلة دي أقدر أستنتج ليه دائما الـ hydrogen concentration عكس الـ pH. طيب هنا عندنا بعض التحاليل والإثباتات بالنسبة للتيتريشن كيرف.
في حالة كان كان البيكربونات كونسنتريشن مساوي لي للكربون دايكسايد تنشن، اللي هي الحالة دي، النقطة اللي في النص دي هي الحالة بتاعت البوينت السنترال بوينت دي. في الحالة دي لما هيكون متساويين في القيمة، فهيكون الرايت سايد اوف ايكويشن بيساوي لوغاريتم 1. كيف الكلام ده؟ هنثبته حاليا بالمعادلات. في حالة إثبات حالة زي دي، أول حاجة عندنا السوليبيليتي كوفيشنت، قالوا بما إنه قيمة ضئيلة كده ممكن نهمله، يعني في المعادلة دي ما ممكن نسقطه، فهيبقى هتبقى عند المعادلة اللي هي الكونسنتريشن اوف كربون ديكس سوري اوف بايكربونات على الكربون ديكسايد تنشن. فلو وحدنا القيمة مثلا قلنا هنا الاثنين قلنا 24، هتجيني بلوغاريتم 1، ودائما لوغاريتم 1 هو بزيرو، فمعناته هتكون عندي البي اتش مساوي لل 6.1. بالتالي فعلا في الحالة حق التساوي البيكربونات مع الكربون ديكسايد، البي اتش بيساوي عندي البي كي اللي هي السنترال بوينت، الاثنين كانوا متساويين في 50% 50%، كان البي اتش بيساوي البي كي. فهمتي؟ في الحالة النورمال ستيت، اللي هو النورمال ستيت في البودي فلويد، اللي هو اللي بيكون البيكربونات 24 والكربون دايكسايد تنشن 40. في الحالة دي هي الحالة العادية، معناته البي اتش هيكون 7.4 والبي كي 7.6 زي ما هو. لما اجي اثبت وعوض في المعادلة بنفس الشكل هتجيني كده ال 0.03 في ال 40 هتجيني ب 1.2 مكسو هتجيني 24 اقسمها على ال 1.2 هتجيني لوغاريتم 20 اللي هو ب 1.3، بالتالي الـ pH هيجيني 7.4. فهنا أيضا نستنتج إنه التيتريشن كيرف ده بتماشى، البيكربونات تيتريشن كيرف بتماشى مع الهندرسون هيسلباخ إكويشن. ده ما بنعمل إلا ربط بين الكيرف والإكويشن. في حالة الأسيدوزيس، في حالة الأسيدوزيس بيكون عندي هاي هيدروجين ايون كونسنتريشن. الهاي هيدروجين ايون كونسنتريشن معناته هيكون عندي هاي هيدروجين ايون كونسنتريشن معناته هيكون عندي مور كربون دايكسايد. المور كربون دايكسايد ده لما هيتفكك عندي هيديني واتر، ام مور سوري هيكون الهاي ايون كونسنتريشن هيدروجين كونسنتريشن هيديني مور كربونيك اسيد. المور كربونيك اسيد لما هيتفكك هيديني واتر ام مور كربون دايكسايد. المور كربون دايكسايد ده من شأنه انه بالنسبه للريشيو في ايكويشن 8 او الهندرسون هيسلباخ ايكويشن هيعمل لي لورينج للنورمال فاليو اوف ريشيو، فطوال هيديني لو بي اتش. عشان اثبت الكلام اللي قلته في البدايه ده هثبته في المعادله نفسها، فهيكون عندي هاي اتش معناته القيمة اللي هنا هتكون كبيرة، يعني أكتر من الأربعين. فهنا لو ملاحظين أنا استبدلتها بخمسين، فطلع ناتج الحسابات عندي في النهاية إن لورينج للريشي النورمال ريشيو اللي هو 7.4. الناتج النهائي لما زاد عندي الهيدروجين كونسنتريشن كان 7.3، معناته فعلا الزيادة في الكربون دايكسايد عملت لي لورينج للريشيو. في حالة الالكالوزيس اللي هي بتكون عندي هاي بايكربونات، الهاي بايكربونات بيعمل لي انكريزينج للريشيو، معناته انكريزينج للبي اتش. عشان أثبت الكلام ده بنفس الطريقة هثبته في معادلة، معناته قيمة البيكربونات ما هتكون 24 أكتر من 24، استبدلناها هنا مثلا بال 34، الناتج النهائي لل pH بعد حل المعادلة كان ال pH بيساوي 7.5 والنورمال عندي 7.4، معناته فعلا الهاي بيكربونات بيزيد عندي الريشيو. برضو لو ملاحظين القيمة، يعني أنا كان النورمال value of bicarbonate 24 لما نزلتها بقيمة 10 اللي هي 34 كانت عندي زيادة في ال pH مجرد 0.1. فهنا برضو استنتج انه
الـ pH ده in a narrow range. طيب البفر باور، انا بحدد البفر باور لاي سيستم، حددتها وعرفتها واثبتها من التيتريشن كيرف. هاجي احد عندها تو ديتيرمينانتس، التو ديتيرمينانتس اوف بفر اوف باور. الديتيرمينانت الاول هو الديجري اوف تشينج او الايفكت، اقدر اقول المحددات بالنسبه للافيشنسي اوف ذس سيستم. العامل الاول هو الديجري اوف تشينج او درجه التغير. فلو انا قلت في التيتريشن كيرف انه بيشتغل ليه في 1 يونت بالنسبه للاسيد ولا للبيز، يعني من 5.1 ل 7.1، وانا عندي النورمال اصلا هو 7.4، يعني البيكربونات بفر سيستم الى حد ما بيوصلني للنورمال بوينت، نير ليها بس. يعني ده العامل الاول. بالاضافه للديجري اوف تشينج دي لو كانت سيفير زي ما قلت ممكن السيستم ده كله ما ينفع معي، هضطر امشي ل كيميكال بفر ثانيه او لريسبيراتوري سيستم او اصعد الديستربنس للرينال سيستم. المحدد الثاني اللي هو الكونسنتريشن اوف بفرز، اي بفر سيستم عنده اليمنتس. احنا لما تكلمنا عن حاليا بنتكلم عن البيكربونات بفر سيستم، الاليمنتس قلناها في البدايه اللي هو بيكون عنده يعني تو فورم، اللي هم الواحد بيشتغل از بيز والثاني از اسيد، وهنا الاليمنتس هم البيكربونات اند كاربونيك اسيد. ف لو كان عندي حاله لو بفر كونسنتريشن بالنسبه للبيكربونات، يعني لو بيكربونات او كده، اي سمول او اسيد اور بيز اديشن ممكن يعمل لي تغير كبير في البي اتش ده لو كان عندي كونسنتريشن اوف بفر قال. فده برضو المحدد الثاني بالنسبه للبفر باور. طيب من الكلام اللي قلناه من التيتريشن كيرف والديتيرمينانس دي، اول حاجه بتتبادر للاذهان انه لو كان البي كي اوف بايكربونات سيستم 6.1 والماكسيمم عنده 7.1، في حال انه اصلا النورمال بادي فلويد 7.4 والاكستراسيلولر فلويد غير كده بيتعرض ل various factor بتعمل له تشينج، يعني وايد لالتر، مستحيل يقعد لك في 7.4، يعني بمجرد ليمون جوس اي ماده حمضيه ممكن الهيدروجين كونسنتريشن يزيد عندي او يقل. فبالتالي البفر سيستم او يقل لحتى ممكن يصل اقل من ال 5.1 الرينج حقه. فالبفر سيستم ده من النقطة دي بتبادر ليه انه الى حد ما غير فعال. العامل الثاني الممكن برضو يثبت ليه الفكرة انه غير فعال دي، انه الاليمنتس حقت البفر دي في الاكستراسيلولر فلويد اللي هم الكربونيك اسيد والبيكربونات عندهم لو كونسنتريشن. فبسبب الفكرتين ديل انا ممكن اقول انه البيكربونات بفر سيستم not efficient. لكن بالرغم من الاثنين السلبيتين ديل، يظل البيكربونات بفر سيستم هو الموست امبورتنت اكستراسيلولار بفر. ليه؟ لانه التو اليمنتس بالرغم من قله تركيزهم في الاكستراسيلولار فلويد الا ان انا بقدر بتحكم فيهم. فعندي البيكربونات اقدر اتحكم فيهم عن طريق الكدني. الكربونيك اسيد هو اصلا ما بيقعد ليه في حالته دي، حمض ضعيف بيتفكك طوال، هيديني الكربون ديوكسيد وبقدر اتحكم فيه من خلال اللنج او الريسبيريشن. فدي الحاجه اللي خلته الماست امبورتنت اكستراسيلولار فلويد بفر. هنجي نتكلم لانذر كيميكال بفر اللي هو الفوسفيت بفر سيستم. الفوسفيت بفر سيستم عنده امبورتنت رول في الانتراسيلولار فلويد والرينال تيوبولر فلويد. ليه؟ اول حاجه لانه عنده البفر اليمنتس حقته او التو فورمز اللي هنتعرف عليهم بعد شويه هيكونوا عندهم مور كونسنتريشن ان انتراسيلولارلي. ده العامل الاول اللي اداه الميزه دي. العامل الثاني اللي بيخليه مور امبورتنت بالنسبه للرينال تيوبولر فلويد
اللي هو البي كي او البفر باور اوف فوسفيت بفر سيستم. البي كي بالنسبه للسيستم ده 6.8. وعندنا تيوبولار فلويد قلنا هي اقل منطقه ممكن نلقى فيها بي اتش اللي هي 4.5، يعني البفر باور اعلى من النورمال عندنا بمراحل، فهيكون عنده مفعول كبير جدا في الريجوليشن اوف اسيد بيز ديستربنسز. دي مميزات الفوسفيت بفر سيستم. هنجي نتعرف على اشكاله، البياتول بيعمل از بيز وياتول بيعمل از اسيد. الشكل الاول اللي هو الشكل ده عنده ثلاث اسماء، يا اما هو والويك اسيد اللي بيعمل لي از اسيد او الهيدروجين دونر، الهيدروجين دونر او بنقول عليه الداي هيدروجين فوسفيت نتيجه لوجود 2 هيدروجين 2 هيدروجين مولكيول، او اقدر اقول عليه اللي هو البرايمري فوسفيت نتيجه للشارج، عنده 1 نيجاتيف شارج نتيجه للشارج اقدر اقول عليه برايمري فوسفيت، نتيجه لعدد الهيدروجين مولكيول اقدر اقول داي هيدروجين فوسفيت، نتيجه لطبيعته هو ويك اسيد اي مانح للهيدروجين. نفس الشيء الشكل الثاني نتيجه للتشارج اقدر اقول عليه سكندري فوسفيت، نتيجه للهيدروجين اقدر اقول عليه مونو هيدروجين فوسفيت، او نتيجه لوظيفته انه مستقبل للهيدروجين اقدر اقول عليه ويك بيز. نجي نتعرف على الوظيفه دي هنا في الرسم التوضيحي التالي. الرسم التوضيحي هنا هيكون عندي بالشكل ده. طيب اتعرف على خاصية مهمة، ان السكندري فوسفيت او البيز فورم من الفوسفيت هو ري ابزوربابل بالنسبة للتيوبولار سيل، يعني الشكل ده ممكن يحصل له امتصاص، في حين انه البرايمري فوسفيت الري ابزوربابل بالنسبة للتيوبولار سيل، يعني ما بيحصل له امتصاص بالتيوبولار سيل. فبالتالي البيز فورم لما يجي ماشي عندي في حالة الأسيدوزيس هيكون عندي مور سكريشن للهيدروجين، فالهيدروجين السكريتد هيدروجين ده بيحصل له بافرين بالسكندري فوسفيت أو الويك بيز، فبالتالي هيتحول لي لبرايمري فوسفيت، والبرايمري فوسفيت الري أبزوربابل بالنسبة للتيوبولار سيل، معناته هيحصل له مور اكسكريشن، معناته تخلصنا من الهيدروجين as compensatory mechanism. في حالة الالكالوزيس ما هيكون عندي سكريشن او عندي هيكون لو سكريشن بالنسبة للهيدروجين، معناته السكندري فوسفيت ما هيتحول عندي للبرايمري فوسفيت، هيقعد في شكله السكندري. السكندري فوسفيت شكل شكل قابل للامتصاص، معناته هيدخل عندي في التيوبولار سيل. بعد كده بعد ما هيدخل في التيوبولار سيل هيعمل لي ارتباط مع المور الكلاين الموجود انتراسيلولارلي، وتقريبا اللي هو غالبا الصوديوم هيدروكسيد ما موضح عندي في الرسم هنا. بعد ما يدخل هنا هيعمل لي ارتباط مع الصوديوم هيدروكسيد، بعد ما يرتبط عندي في الصوديوم هيدروكسيد هيكون عندي السكندري صوديوم فوسفيت. فالشكل ده هو صح ممكن ما بيرجع لي حالة الالكالوزيس للنورمال، زي ما قلنا في البداية ما حتى الريجوليشن ما بشرط انه يكون يرجع لي للسبب بور حقتي دي، لا، فهو ممكن يعني يقلل من المشكلة ما بالضرورة يحلها جذريا. بالنسبة للبروتين بفر سيستم، البروتين بفر سيستم بيعتبر أقوى كيميكال بفر موجود عندي. البي كي حقته قريبة من 7.4. في الغالب البروتين بفر سيستم بيشتغل لي انتراسيلولارلي، ليه؟ لأنه عندي هاي كونسنتريشن اوف بروتين انتراسيلولارلي، لكن في نفس الوقت ممكن يشتغل لي اكستراسيلولارلي، عندي بعض البروتينات موجودة اكستراسيلولي لكن ما بنفس التركيز، لكن بالرغم من قلة التركيز اكستراسيلولي إلا إنه البي كي حقه
بيكون عالي، حتى بيتفوق على البي كي حقة البايكربونات بفر سيستم. طيب انا دبيل قلت البايكربونات بفر سيستم هو الاقوى اكستراسيلولر، مع انه في الاقوى منه. السبب شنو؟ سبب انه البروتينز الموجوده اكستراسيلولرلي عشان ما يحصل لها اكتيفيشن وتعمل از بفر محتاجه لاورز ساعات، فخلال الفتره دي ممكن يكون الانسان حصل له دث عادي جدا، فبالتالي احنا محتاجين لرد فعل سريع اللي هو بتقوم به البايكربونات بفر سيستم. ففي الساعات عشان ما يتنشط عندي البروتين بفر سيستم اوريدي اصلا هيكون عندي البيست ريجوليتوري ميكانيزم الرينال سيستم از اكتيفيتد. ونقدر نقول مجملا كده عن البروتين بفر سيستم اللي هم عن انه اكثر من 60-70% من الكيميكال بفر بتكون لنا انسايد ذا سيل. ليه؟ لأن البروتين أصلاً متركزة بصورة عالية زي ما قلت لك بير انتراسيلولرلي، فغالبية يعني الانتراسيلولر بفر من 60-70% منها مسؤول عنها البروتين. عندنا بروتين بفر سيستم سبيشال كده قاعد عندنا في الار بي سيز بيقوم به الهيموغلوبين. الهيموغلوبين بيشتغل ليه أز بفر، يعني ممكن يقدر يستقبل ليه هيدروجين، ممكن يفك ليه الهيدروجين. فالهيموغلوبين بشكله العادي هو بيز، ممكن يستقبل له هيدروجين ايون. فالهيموغلوبين بشكله العادي مستقبل له الهيدروجين ايون في حاله ده في حاله الاسيدوزيس، ممكن الهيموغلوبين يستقبل له الهيدروجين ايون هيكون لي الاتش هيموغلوبين. اما في حاله الالكالوزيس الاتش هيموغلوبين احنا محتاجين لهيدروجين ايون، بالتالي الاتش هيموغلوبين هيعمل ريليز للهيدروجين المرتبط معاه عشان يوفر لي كميه اكبر من الهيدروجين ايون. عندنا برينسيبل مهم بعض الشيء في الاسيد بيس بالانس اللي هو الايزوهيدريك برينسيبل. من الاسم ايزو بمعنى ثابت، هيدريك من الهيدروجين ايون. فالايزوهيدريك برينسيبل بينص على شنو؟ انه كل البفر سيستم الموجوده في السوليوشن هي في حاله ايكويليبريم مع الهيدروجين كونسنتريشن. التعبير الرياضي بالنسبه للقانون ده كان في المعادله دي، ده بالنسبه للبايكربونات بفر سيستم، ده للفوسفات بفر سيستم، ده بالنسبه للبروتين بفر سيستم. فكل الكيميكال بفرز دي تشتغل في كوردينيتد فورم بتدينا رد فعل متساوي مع الهيدروجين او الزياده في الالترينج بالنسبه للهيدروجين. ومن هنا برضو نستنتج انه اي تغير في البفر سيستم، واحد من البفر سيستم سواء فوسفات او بروتين او بايكربونات، من شأنه انه يغير في كل البفر سيستم الثانيه. يعني في مقوله بتقول، في ناس بيقول مثلا انه البفر سيستم دي كل واحد بيشتغل في سيبريت فورم. لا، من هنا من الايزوهيدريك برينسيبل انا اقدر اثبت انه كل الكيميكال بفرز دي بتشتغل مع بعض، وحتى الكيميكال بفرز بتشتغل في حال الاكتيفيشن اوف ريسبيريشن والرينال بفر سيستم. دي باختصار كانت بارت 1 من الاسيد بيس بالانس، اتمنى كانت واضحه ومفهومه للجميع. اتمنى الاقيكم في ليكشر 2 او بارت 2 من الاسيد بيس بالانس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.